نقطة ضوء وفرحة أخرى تبعث الأمل من وسط الركام. كون هؤلاء الصغار هم المستقبل كله وهم الأمل، خاصة أن إبداعهم تمثل بالمعرفة ونبوغ العقول والمنافسة، والحصول على المراكز المتقدمة ليس محليا بل على المستوى العربي. حصلت على المركز الثاني وعندما دعوا باسم النادي حصلت على المركز الثاني في رحلة لليمن، سوف أمثل اليمن وأرفع رأس اليمن ورأس أهلي. أولا أشكر مدرسة زيد المشكي على ترحيبهم لنا هذا الترحيب الكبير، وأشكر محافظة المحافظة الأستاذ عبدو، أشكر مدير التربية والتعليم الأستاذ عبدو واسع شداد، وأشكر محافظة المحافظة، وأشكر من جميع الذين قابلوني في تعز ورحبوا بي في تعز هذه الجميلة الذي هي غالية على قلوبنا. كان اليوم شعور جميل لأني حصلت على الكأس وهدايا كثير، وأشكر مديرة مدرسة زيد المشكي، وأشكر مدير محافظة المدير عبد الواسع شداد، وكنت فرحة جدا لحصولي على المركز الرابع، وإن شاء الله نرفع رأس اليمن ومثلناها. 11 طالب وطالبة هم ممثلي اليمن ومحافظة تعز من عدة مدارس، السلطة المحلية والتربية والتعليم وكل طالبات مدرسة زيد الموشكي التي استقبل فيها فريق العبقرية الصغير استقبالا يليق بهم، وفرحة كبيرة بإنجاز حققه الطلاب، وبذرة زراعة المستقبل الذي سيصنعه الجيل الجديد الذي يقدم له التعليم النظيف البعيد من الضغائن والتعصب والطائفية. فالرهان بالبلد على هؤلاء العباقرة على امتداد خارطة الوطن. رفعوا رؤوسنا عاليا ورفعوا تعز، تعز الثقافة، تعز العلم، ورغم ما تعانيه مدينة تعز من حصار ويعني حصار مكبر، إلا أن دائما المبدعين يخرجون من بين الآلام وبين الصخور وبين الصعاب، يكونوا دائما متميزين ودائما هم الرسالة وهم العنوان الواضح لمحافظة تعز. نافسوا وبكل جدارة دوليا وليس محليا، كان التنافس على مستوى 15 دولة في جمهورية مصر العربية وحصلوا على المراتب الأولى. أعتقد أنها يوم تاريخي في محافظة تعز، أنها يوم فرحة، يوم ابتهاج لقيادة السلطة المحلية، لقيادة مكتب التربية والتعليم، لقيادة وزارة التربية والتعليم، كل الشكر على موقفهم في وصول أبناء الطلاب إلى هذه المرتبة. النار لا تحرق الذهب بل تنقيه من الشوائب وتزيده بريقا ولمعانا، وهذا ما يفعله الحصار الحوثي بهذه المدينة رغم كلفته الإنسانية، يصقل المواهب ويبعث روح التحدي ويدفع بالتعليم إلى المقدمة.